أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى البيت الأبيض مباشرة من البيت الأبيض الذي سيستمر يوميا إلى يوم الانتخابات الثلاثاء المقبل. جاهرت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بتأييد الاتفاق النووي مع إيران كواحد من أهم إنجازات إدارة أوباما الدبلوماسية، رغم أنه أغضب أحد أبرز حلفائها الخليجيين وهي السعودية. أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوصف هذا الاتفاق بأنه أغبى صفقة في تاريخ الدول، ودعا إلى إعادة التفاوض حول بنودها. ومع ذلك لم يتبدد القلق السعودي لا من ترامب الذي أعلن على أن السعودية يجب أن تدفع مقابل اللقاء حمايتها، ولا من البيت الأبيض الذي ألقى بثقله دعما لكلينتون وفشل في منع الكونغرس من تبني قانون جاستا الذي يسمح بمقاضاة الرياض على خلفية هجمات 11 سبتمبر. دول الخليج لا تثق في الرئيس أوباما وتعتقد أنه غير الخارطة لصالح إيران، وأعتقد أن على هيلاري كلينتون أن تأتي وتجد قضية مشتركة مع دول الخليج من دون الابتعاد عن الاتفاق النووي مع إيران. أعتقد أنه بالنسبة لدول الخليج فالسيد ترامب سيكون على توافق معها، وأعتقد أنه لدينا الكثير من المصالح المشتركة، وبينها في هذا الوقت التهديد من إيران. يسعدني أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. معي هنا في البيت الأبيض جويل روبن، الخبير الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي ومن مكتب الحرة في واشنطن. ينضم إلينا أيضا برادلي بليكمان، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري ومن نيويورك عبر سكايب كورتني كيلي الصحفية الأمريكية، ومن جدة في المملكة السعودية خالد بطريفي الأكاديمي والمحلل السياسي. وقبل فتح الحوار أود تذكيركم مجددا بأن هذه الحلقة تبث مباشرة على صفحة الحرة على فيسبوك، وبإمكانكم أيضا التفاعل معنا عبر التصويت على تويتر والتعليق على سؤال فيسبوك، وهو من تفضل دول الخليج، كلينتون أم ترامب ولماذا؟ أبدأ معك جويل، إلى أي حد يعتبر تمرير قانون جاستا بعد 15 عاما من اعتداءات 11 سبتمبر والاتفاق النووي، ذلك الإنجاز الدبلوماسي كما يعتبره البيت الأبيض هنا، يعتبر بأن العلاقات السعودية الأمريكية السعودية لم تعود بنفس الأهمية التي كانت عليها، وبالتالي الرئيس المقبل سيجد نفسه مجبرا لإعادة تقييمها؟ شكرا يا هشام. النقاش المتعلق بجاستا ومعظم النقاش في واشنطن في العام الماضي ونتيجة للحملة الانتخابية حول هذا الموضوع كانت بين أخذ ورد، وجاستا هو مثال جيد على هذه المواضيع. عندما تم اعتماد جاستا الرئيس اعترض عليه وصوت بالفيتو، ثم الشعب الأمريكي لم يفهم التأثير المتوقع لمشروع القرار على الولايات المتحدة والعلاقة مع السعودية والقوات الأمريكية في الخارج. هذه سياسة خطرة، ونأمل أن الكونغرس سيعيد النظر فيها. هذه هي الدينامية التي كنا فيها في العام الماضي، بمعنى النقاش غير معمق، والنقاش أو النقاش السياسي لحق به الضرر. لحق به الضرر برادلي، هل من الضرر الذي أيضا يلحق بهذا النقاش السياسي يطال أيضا التحالفات الأمريكية عندما يتحدث مرشحكم عن علاقات مع حلفاء تقليديين للولايات المتحدة من منظور التعاملات التجارية؟ Well, look, there's going to be a new
تكون هناك نظرة جديدة على الشرق الأوسط لو تم انتخاب ترامب. كلينتون وأوباما شهد انهيار للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وكان هناك تراجع واستسلام لاحق أضرارا بالشرق الأوسط، والاتفاق مع إيران ضد المصالح الأمريكية ولا يجلب السلام. انظر على ما حدث في ليبيا، لقد تم إسقاط دكتاتور ولكن لم تكن هناك نتائج. ما حدث، انظر ماذا حدث في ليبيا بعد رحيل القذافي. أيضا الانسحاب السريع من العراق أدى إلى داعش، ونحن نكافح لاسترجاع أراضي استعادها العراقيون قبل سنوات. لو ترامب أصبح رئيسا ستكون هناك فرصة في الشرق الأوسط لم تتوفر من قبل، وستكون هناك فرصة للاستقرار، لأن أمريكا ستحظى بالاحترام وسيخشاها الأصدقاء والأعداء. الشرق الأوسط فيه فرصة للتحول، وأنا لم أكن متفقا مع التشريع المضاد للسعودية. شخص خسر قريبا له في الهجوم، وهذا المشروع لا يمكن تنفيذه. لا، يجب أن ننجز أشياء يمكن أن ننجزها حقا. خالد، وأنت تنظر إلى هذا الجدل وهذه التجاذبات من زاوية مختلفة تماما، كيف ترى مصالح السعودية والعلاقة الأمريكية السعودية، أو من منظورك العلاقة السعودية الأمريكية في المرحلة المقبلة، وهل هناك خيار للسعودية بين المرشحين؟ العلاقات السعودية الأمريكية على مدى الآن أكثر من 70 عاما كانت لها أوقات صعبة وأوقات جيدة، ولكنها في كل الأحوال كانت لا تخرج عن مستوى معين من العلاقات العسكرية، العلاقات المالية، العلاقات النفطية، والعلاقات التعليمية. ولذلك هذه الأساسيات لن تتغير. الذي سيتغير ربما هو ردة الفعل تجاه المواقف الأمريكية في ملفات معينة، مثل الملف السوري الآن ما أكثر الخلاف هو حوله، في الملف الإيراني. فإذا استمرت السياسة الأمريكية على نفس النحو الذي كانت عليه بعد الاتفاق النووي، فالمملكة أمامها خيارات أخرى، يعني أمامها دول كبرى تستطيع أن توثق علاقاتها بها، وبذلك تنوع محافظها الاستثمارية وتعاونها في مختلف المجالات. احنا رأينا على سبيل المثال مناورات عسكرية في الصين، هذا لم يكن يخطر في البال قبل ذلك، ولعله مؤشر إلى أن هناك وعلاقات قوية مع روسيا ومشتروات عسكرية من روسيا سمعنا عنها ولتحدث لأول مرة. فإذا هو تنويع الخيارات، تنويع هل هو تنويع عن شعور بالإحباط من العلاقات السعودية الأمريكية، لا سيما بعد التوتر الأخير مع إدارة أوباما والرئيس باراك أوباما شخصيا بسبب تصريحاته لمجلة الأتلانتيك مثلا؟ لا تعنينا التصريحات، احنا تعنينا الأفعال. ما رأيناه في عهد بوش أسوأ مما رأيناه في عهد أوباما. في بعض العهود كانت هناك تصرفات أمريكية لا تتفق ومع ما تفرضه العلاقات الوثيقة بين البلدين والتحالف الوثيق بين البلدين، ولكن هذا كله مدعى لأن ننوع في علاقاتنا الدولية وننوع في سلالنا الاستثمارية ومصالحنا. هناك حوالي 2 تريليون دولار في الصندوق السيادي السعودي الجديد، لا أعتقد أنها كالسابق ستركز على السوق الأمريكي، ستكون هناك تنويع كبير في الأسواق لعله يحد من الاعتماد على الولايات المتحدة كما كان في السابق. كورتني، إلى أي حد تتفقين بأن البعض يقول أن في نهاية المطاف السياسة الخارجية الأمريكية هي سياسة مؤسسات، وأن ما نسمعه من مزايدات بين المرشحين فيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية وغيرها من بعض الحلفاء هو مجرد الاستهلاك الانتخابي في هذا الموسم؟
أعتقد أننا لم نسمع من الطرفين في الحملة الحقائق، ورغم أهمية العلاقات بين أمريكا والسعودية كنا منخرطين في عهدي بوش وأوباما في مبيعات سلاح، وخلال إدارة أوباما في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 60 مليار دولار قيمة الأسلحة التي بيعت إلى السعودية. ثم هناك الحملة السعودية في اليمن وملاحقة الحوثيين، وهذا نزاع لا السعوديين ولا التحالف يريد أن ينخرط فيه، وترامب لا تقر ولا هيلاري تقر بهذا الرابط. ما فعلته الصفقة الإيرانية في الشرق الأوسط، ولكن الولايات المتحدة لها مصالح استراتيجية، ولكنها لا تعتمد على النفط السعودي بنسبة 100%، ولكنها تعتمد على إبعاد إيران أو على احتواء إيران وروسيا. ثم هناك احتمال اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد السعودية نتيجة لحملتها في اليمن. 10,000 يمني والكثير منهم من المدنيين قتلوا في النزاع، ويجب أن ينتهي هذا، فهذا يضر بالموارد السعودية ويمنع السعودية أو أجبر السعودية على الانخراط في سياسات تقشفية. لو نظرت على الحقائق وعلى العلاقات بين السعودية وأمريكا، هذه العلاقة الرئيس الأمريكي عليه أن يستمر فيها، لأن لنا علاقات ضخمة مع السعودية. بالفعل كورتني، وأيضا من القضايا الخلافية هي الأزمة السورية التي اختلف فيها الحلفاء، وأيضا أظهرت تباينات حادة بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون. سوريا احتلت مكانة أساسية رئيسية في الحملات الانتخابية. It is so sad when you see what's happened. And a lot of this is because of Hillary Clinton. تفاصيل الأزمة كانت محور المناقشات. Picture of that little four-year-old boy in Aleppo with the blood coming down his face while he sat in an ambulance is haunting. Aleppo is a disaster. It's a humanitarian nightmare, but it has fallen. والنقاش يطال للجماعات المتقاتلة في الداخل السوري. She talks in favor of the rebels. She doesn't even know who the rebels are. وتتحول الأزمة السورية إلى إقليمية ودولية. Russia hasn't paid any attention to ISIS. They're interested in keeping Assad in power. So I, when I was Secretary of State, advocated, and I advocate today, a no-fly zone and safe zones. We need some leverage with the Russians because they're not going to come to the negotiating table for a diplomatic resolution unless there is some leverage over them. ويطال النقاش مصير الرئيس السوري. If they ever did overthrow Assad, you might end up with as bad as Assad is, and he's a bad guy. But you may very well end up with worse than Assad. أما الرئيس السوري بشار الأسد. Whatever the American official said about the conflicts in Syria in general has no credibility. Whatever they say, it just lies. The problem with every American candidates regarding the presidency that they say something during the campaign and they do the opposite after the campaign. So you cannot judge those people according to what they say. You cannot take them at their words. We don't listen to their statement. We don't care about it. We don't believe it. لكن عدم الاهتمام السوري لا ينطبق على الواقع الأمريكي، فقد احتل المرشح الليبرتاري جاري جونسون ذيل القائمة وأسفل الدرجات، ما إن تبين أنه جاهل في المسألة السورية. Aleppo. And what is Aleppo? You're kidding. No. The situation has been like this for years now. فهل يتغير الوضع في سوريا أو أقله يتأثر مع تغير الرئيس الأمريكي؟
الآن أود في البداية الشكر الأستاذ خالد بطريفي الأكاديمي والمحلل السياسي الذي كان معنا مباشرة من جدة بالسعودية. شكرا على مشاركتك معنا، ونتابع الحوار مع ضيوفنا هنا في الولايات المتحدة. عودة إليك جويل.